لفتح ملف المحاضرين المجانيين بعد تجاهل الحكومة مطالبهم التي يراها المراقبون مشروعة ما دفعهم للتظاهر. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي مسار عبد المحسن راضي. أستاذ مسار، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم، موجة جديدة من التظاهرات الرافضة لإهمال مطالب الاحتجاجات المتكررة بشأن التوظيف. السؤال المطروح هنا أستاذ مسار، أين ذهبت وعود السوداني بتوفير درجات للخريجين؟ أستاذ مسار، مساء الخير، تحية طيبة لك. أهلا بك أستاذ مسار. كل المشاهدين ومستمعين قناة 24، أنا أسمع، عفوا أنت تسمعني، أنا أرد عليك. أسمعك بوضوح، تفضل تفضل. هل سمعت السؤال؟ نعم تفضل. السؤال كان واضحا. مساء الخير أولا، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدي ومستمعي قناة الرسائل. أهلا بك. رئيس الوزراء الحالي محمد الشاع السوداني الذي قدم من رحم تشكيل الإطار كان قد أعلن عن أنه هنالك سوف تكون مخصصات والتعيين والتثبيت لكل أصحاب العقود والمحاضرين المجانيين، شرط لا شرط أن يكون قد مضى عليهم أكثر من سنتين. ولكننا لحد هذه اللحظة نشاهد هذا التناقض الموجود، والسبب ببساطة هو معروف، لأن هذه الأعداد التي وقررت أو التي مسموح لها بأن تثبت نفسها من المحاضرين المجانيين يجب أن تمر بغربلة حزبية أو محافظاتية. من المؤكد أنهم لن يسمحون لكل من له الحق بأن يتم تثبيته إلا بعد أن يأخذ راية الولاء للحزب الموجود عن هذه الوزارة أو عن تلك. ولا ننسى أن هذا الموضوع هو أيضا يدخل في خانة التحضيرات الانتخابية إن حصلت للانتخابات القادمة. لهذا فإن هذا الملف هو سياسي ومهم وخاضع لهذه التفاصيل، ولا أعتقد أن هذا الموضوع سيتم الانتهاء منه قريبا، وإنما سيبقى عرض لتقلبات الطرف السياسي. وأعتقد أن جميع الأحزاب خاصة التي هي الآن دعنا نقول تشكل الحكومة ستكون حريصة جدا على أن يكون الكم والعدد الأكبر من تثبيت هؤلاء المحاضرين المجانيين تحت رحمة الأجهزة السياسية وولاءاتها وأجنداتها. طيب. أنا أعتقد أن تثبيت المحاضرين لن يكون له دور كبير إلا لتحقيق ما يناسب هذه الأحزاب، لا بما يناسب احتياجات الشباب الذين يتظاهرون من أجل هذا الملف منذ سنين. أستاذ مسار، يعني كما تتابع في الأخبار، تظاهرات المحاضرين المجانيين تتوسع في عدد من المحافظات العراقية، ولكن رغم ذلك تغيب الحلول. هل هو تجاهل من الحكومة أم أن الحكومة لا تمتلك الحلول للتعيين؟ الحكومة هي لا تمتلك الحلول، لأن الحلول موجودة بيد الأحزاب التي تشكل هذه الحكومة. نعم. فمن المنطقي أن التظاهرات التي يقوم بها هؤلاء المحاضرون المجانيين من أجل عدم تغييب حقوقهم إذا صحت الضيق، محاولة شعبية بسيطة أن لا تكون المقصرة الحزبية تقضي على أعمالهم في هذا التعيين. ولكن كما كنت بكتب قبل قليل أن هذا التعيين المستحيل أن لا يمر إلا تحت قدرة ورأي وإرادة الأحزاب التي تشكل هذه الحكومة. النتيجة النهائية الحكومة هي مجرد كاتب عرائض للأحزاب التي تشكلها. وبالنسبة النهائية ألو أستاذ مسار. أستاذ مسار، هل تسمعني؟ أستاذ مسار، أنا أسمعك بشكل واضح. لا تنسى هناك مسألة جدا أعتقد يجب أن يلتفت لها الجميع، أن هؤلاء المحاضرين المجانيين يعني ربما من المفارقة أن وزارة التربية مثلا بحسب
التخطيط لأكثر من مرة. تبين أن العراق مثلا يحتاج آلاف المدارس بحصة بسيطة بنسبة وتناسب بسيطة، فإن كل مدرسة من هذه المدارس لا يحل احتياجها مثلا لنقل 10 مدرسين، بمعنى أنه لو كانت هنالك نية حقيقية للانتهاء أو لتفعيل ملف وزارة التربية مثلا، فنحن أمام كوادر تدريسية جاهزة وقد تم تدريسها، لماذا لا يتم الاستفادة منها رغم أن وزارة التربية ومن وزارة التربية قد أشارت بذلك، وفي نفس الوقت نلاحظ تنامي فرحاني للمدارس الأهلية. إذا هنالك مسألة مهمة، أن الملف التربوي على وجه التحديد لا يراد منه تطويره وإيصاله إلى شاطئ آمن، يراد أن يبقى هذا الملف مرتبكا ويراد أن يعز على مجمل شعب الشعب. نعم أستاذ مسار، شكرا. من بغداد الكاتب والباحث السياسي مسار عبد المحسن راضي، شكرا جزيلا لكم.